سنواصل التطبيع مع السعودية بعد انتهاء الحرب، هكذا أعلنت تل أبيب. بعد التمديد، أمل فرنسي باستمرار الهدنة في القطاع. ما السبب؟ من الأراضي العبرية، إيلون ماسك يتراجع بشأن القطاع. مدمرة أمريكية تحرر السفينة المختطفة في اليمن لتستقبلها الصواريخ. البريطانيون يهجمون على مصنع يدعم الكيان. المفوضية الأوروبية تصرح من غير المجدي تقديم المساعدات الإنسانية لمن سيقتل غدا. الإدارة الأمريكية تلجأ إلى إجراء من الحرب الباردة. كوريا الشمالية تتعهد بإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية خلال فترة قصيرة. موسكو تمتلك أدلة تدين واشنطن. ما هي؟ الإعلام الأمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب مقاتلة روسية استثنائية. والنيتو، لقد حان الوقت لانضمام السويد. سريان التمديد. قبل أن تتجدد الهدنة بطلب من معظم دول العالم ولو لأيام قليلة على الأقل حتى يلتقط المدنيون أنفاسهم وحتى تحصل الدول على مطالبها، وبعد أن أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في القطاع ليومين إضافيين لإطلاق المزيد من الأسرى والمحتجزين، لتقول الفصائل إن التمديد بنفس شروط الهدنة السابقة. هنا أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن أمل باريس باستمرار الهدنة في القطاع حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن، وذلك مع إفراج الفصائل عن 58 شخصا خلال الهدنة دون أي فرنسي بينهم. فيما صرح نتنياهو بأنه أعرب للرئيس الأمريكي جو بايدن أنه بمجرد انتهائها ستعود العمليات البرية للجيش بكامل قوتها. وأفاد التايمز أوف إسرائيل بأن الحكومة بحثت التغييرات في موازنة 2023 رغم التهديدات والاعتراضات المستمرة من عضو حكومة الحرب بيني غانتس الذي يطالب بحذف جميع البنود غير المرتبطة بضرورات الحرب. على ذات السياق، ذكرت صحيفة يدع تحرنوت أن الجيش العبري قرر إقالة ضابطين في صفوفه بعد معركة شمال القطاع. وفقا للصحيفة، نقلا عن الجيش، جاء هذا القرار عقب تراجع سرية هذين الضابطين في ذروة المناورة البرية بعد تقدمها دون غطاء ناري ضد عشرات من الفصائل الذين نصبوا كمينا للجنود. هذا وصرح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه من غير المجدي تقديم المساعدات الإنسانية لأولئك الذين سيقتلون غدا، لذلك دعا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحل الصراع بين القطاع وتل أبيب. في اليمن، كانت مصادر أمريكية قالت لوكالة رويترز إن مدمرة تابعة للقوات البحرية استجابت لنداء استغاثة من سفينة سنترال بارك التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن وتمكنت من حمايتها. هناك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن صاروخين باليستيين أطلق من اليمن على سفينة يو اس اس مسن الأمريكية بعد وصولها لإنقاذ الناقلة المختطفة. بالعودة إلى أخبار الأسرى والرهائن، كشف الإعلام العبري أن الصليب الأحمر تسلم 11 رهينة عبرية من القطاع كدفعة رابعة من الاتفاق، كما سيتم الإفراج عن 6 تايلانديين خارج الصفقة، فيما تم الإفراج عن 33 أسيرا لدى الكيان. ليكشف مصدر دبلوماسي لشبكة CNN أن أكثر من 40 عبريا من الذين احتجزوا في 7 أكتوبر لا تحتجزهم الحركة المتفق معها من الفصائل، وهو ما يعقد الاتفاق أكثر. في مقالة صحيفة هي أرتس نقلا عن بعض المحتجزين العبريين المفرج عنهم، إن زعيم الفصائل في القطاع يحيى السنوار قد التقى بعض المحتجزين وذلك في أنفاق القطاع، وقال لهم إنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يحصل لهم مكروه. ميدانيا، أعلن الهلال الأحمر دخول 100 شاحنة مساعدة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بموجب الهدنة، فيما أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع محمود وصل أن أعدادا كبيرة من جثث القتلى لا تزال في محيط مشفيي القدس والرنتيس في القطاع، مطالبا طواقم الدفاع المدني العربية بالتدخل. من جهة أخرى، رجح نتنياهو خلال حديثه مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إمكانية مواصلة تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب ضد الفصائل في القطاع. هناك أعلن وزير الاتصالات العبرية التوصل إلى اتفاق مع إيلون ماسك الذي وصل إلى تل أبيب بأن لا إنترنت فضائية في القطاع. في ذات السياق، حطم بريطانيون واجهة مصنع أسلحة يدعم تل أبيب في بريطانيا. هذا ما أظهره مقطع فيديو يحمل هتافات عار عليكم موجهة لداعمي الكيان في حربه على القطاع. بعيدا
عن حرب القطاع. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلجأ إلى إجراء يعود إلى حقبة الحرب الباردة لتعزيز الاستثمار في التصنيع الأمريكي للأدوية والإمدادات الطبية التي اعتبرها مهمة للدفاع الوطني لمساعدة سلاسل التوريد الصناعية ومواجهة عدة سنوات من التضخم المرتفع. في كوريا الشمالية أكدت بيونغ يانغ أنها ستواصل ممارسة ما وصفته بحقوقها السيادية، ورفضت الإدانات الدولية بشأن إطلاقها قمرا صناعيا أخيرا، كما تعهدت بإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية خلال فترة قصيرة. بوادر الانتصار. من هنا بدأت ملامح النصر، وها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بأداء القطاع المصرفي الروسي في مواجهة العقوبات، وقال إن خصوم روسيا لم يتوقعوا أن ينجح هذا القطاع في تجاوز الصعوبات القادمة من الخارج. فيما صرح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي كيريل ليزوغورسكي بأن موسكو تمتلك أدلة لا تقبل الجدل على أن الولايات المتحدة وحلفائها يزودون أوكرانيا بالمواد الكيميائية السامة. هنا صرح الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ بأن منع التصعيد العسكري مع روسيا هو المهمة الأساسية للحلف. ليعود ستولتنبرغ ويدعو تركيا إلى المصادقة على انضمام السويد إلى الناتو في أسرع وقت ممكن، قائلا: حان الوقت الآن لتنجز تركيا عملية انضمام هذا البلد. في الميدان الأوكراني، أفاد ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق لاري جونسون بأن نظام صواريخ باتريوت المضاد للطائرات الذي قدمته أمريكا سلاح غير فعال في أوكرانيا وخردة مكلفة، فيما أشار إعلامي أمريكي إلى أن شركاء أوكرانيا الغربيين يدركون أنه من غير المرجح أن تبقى أوكرانيا صامدة حتى العام المقبل أمام روسيا. من جانب آخر، أشاد تقرير إعلامي أمريكي بالمقاتلة الروسية سوث تي اس ام التي تقوم بتدمير القوارب المسيرة الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة، ووصف التقرير الرادار الذي تمتلكه المقاتلة بالفريد، وهو أحد أكبر الرادارات على الطائرات المقاتلة في التاريخ، يوفر درجة عالية جدا من الرؤية في مختلف الظروف.